احنا جمعية صمود 78 وجمعية الامل 59 الخاصة بمشروع 78 مسكن تساهمي ومشروع 59 مسكن تساهمي بمدينة سيدي بلعباس لمقاولة النصر. احنا المشكلة تاعنا الكبيرة هنا في بلعباس وهي عدم استقبال المسؤولين للجمعية تاعنا رغم طلبات المقابلة التي اودعناها بمكتب الولاية. الحاجة الثانية وهي رغم ان العدالة انصفتنا وسحبت الوعاء العقاري من مقاولة النصر يعني الخاصة بالمشروعين 78 مسكن و 59 مسكن وهذا الأمر موجود لأكثر من سنة رغم ذلك لم يتخذ أي إجراء في لاستئناف الأشغال بالمشروعين المتوقفين. الحاجة اللي رانا نعانو فيها احنا يا أصحاب الـ 78 وهي اقتحام أشخاص للمشروع تاعنا المتوقف ورغم إعلامنا للسيد الوالي السابق ورئيس الدائرة رغم ذلك لم يتخذ أي إجراء لطرد المحتلين من سكناتنا. مكتتبي 59 مسكن الوضع تاعنا راه سيء وهذا 59 مسكن النص رانا ساكنينهم وضعيه ما فيها لا غاز لا ماء لا ضوء. نطلب منك سيد الوالي باش تجي تشوف هذا المشروع كي رانا ساكنين فيه. نحن مكتسبين 78 مسكن تساهمي لمقاولة النصر رحنا مغبونين المقاول راه في السجن. احنا دفعنا هذا المقاول تاع النصر دفعنا له من 2009 رانا في قريب 13 عام ما الحل تاعنا كاع ما موجدناهش رغم ان العدالة فصلت وقلعت له الوعاء العقاري راه في عام اللي قلعوا له الوعاء العقاري وكانوا وعدونا باش يفوتوا المشروع تاعنا تاع 78 مسكن كانوا وعدونا باش يوجهوه لوبيجي باش تستأنف الاشغال ومع ذلك راحنا في عام مازال ما بان والو.